أعزائي المشاهدين، ودلوقتي إحنا نازلين بندور على ضحية جديدة من ضحايا الكريزي تاكسي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فين في العربة يا باشا؟ شارع خاتم المرسلين. ماشي، خاتم المرسلين عند قاع السيد درويش. عند أكاديمية الفنون كده، عارفها؟ شكلك فنية. ان شاء الله عليك، ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. بس احنا يعني في المسرح وكده، يعني على قدنا يا عم. ربنا يرزقك يا عم ويكتب لك في ايه يا باشا؟ مش عادي يعني. طيب ماشي، هو ممكن بس بسرعه شويه، معلش عشان متاخر. بس معلش باشا، انا ما اقدرش. زوبا بديها الاوردر بتنفذ لوحدها. طيب ماشي، بس برضه يعني سرع شويه، اديها اوردر ان هي تسرع شويه. معلش زوبا، شدي شويه عشان الراجل مستعجل. يا ريت يعني. خلي بالك انا عارفك. عارفني منين؟ شكلك فنان. لا حول ولا قوه الا بالله. يا عم ولا فنان ولا نيله، بس بالله عليك خف شويه. صباح الفل يا عم، ما تسيب الناس في حالها واتكل على الله. بس انا عرفتك وعجيبك. انا ماشي، عرفتني فين؟ بس انت فنان. باشا الله يكرمك يا باشا، انت نمت يا عم؟ اتكل على الله يا عم. يا عم ما انا متكل على الله يا عم، امال انا متكل على مين؟ انا لو نزلت مشيت ابقى اسرع من كده. الله يكرمك، مد شويه. بس انا عرفتك وعجيبك يا عم. ما تجيبنيش يا عم، يا عم ما تجيبنيش. انا اخر، انا اول مره كنت تاكسي واخر مره. انا عجيبك بالمعظمه. ايه ده؟ انا جبتك، المعظمه جابتك. هو بعينه اقسم بالله انا عرفتك. يا انت تبع مين؟ لا لا لا، ما توقفش. على فين؟ اركب اركب. معاك في اي حته يا باشا. مالك؟ السلام عليكم. مالك؟ تعبان يا صاحبي. ربنا يا عم وماله، خد مني. احنا مسا عليك يا صاحبي. طبق. بتعملوا ايه يا عم انت؟ الله يبارك لك يا باشا. تعبان يا باشا. يا عم ربنا يشفيك. هو انا امك؟ انت بتعمل ايه يا عم؟ ما تقوم يا عم. انت عامل جلب ليه من ساعه ما ركبت العربيه؟ مستعجل والله، عندي مشاوير. لا لا الله، محمد رسول الله، انت جاي تسلم هنا في ايه؟ مالك يا صاحبي مالك؟ لا يا باشا، ايدك جنبك الله يكرمك. لا خلي ايدك جنبك يا باشا، خلي ايدك على الدركسيون كده واتكل على الله. خفها يلا، خفها. روق على حالك. لا انا مروق، محدش عارف يعمل معايا حاجه. قلت منك. انتوا مجانين؟ طب تعالى صاحبي، بقول لك ايه؟ انت بحبك يا نانسي. نانسي مين؟ انا بحبك يا عم. مش نانسي يا عم، اوعى يا عم. اوعى يا عم، اوعى يا عم، اوعى يا عم. بحبك يا نانسي. انت رايح فين البنطلون؟ بحبك يا نانسي. اوعى نانسي، اوعى يا اخي. بحبك يا عمي. نانسي اوعى يابا. يا نانسي بحبك. لا بس نانسي بقى، بلا نانسي. ايه ده؟ طب ليه كده بقى؟ طب ليه كده؟ يا جماعة طيب، احنا بنهزر معاك، احنا بنعمل معاك مقلب. ايه ده انتوا؟ احنا مقلب مقلب مقلب. ايه يا عم؟ لسه مفيش حاجة. كاميرا خفية. كاميرا خفية ايه يا عم؟ اوعى يا عم. روق. اسمح لنا نذيع الحلقة. ماشي نذيع. السلام عليكم. ايه؟ انا رايحه شبرا. مية. مية؟ طب تمام. انت بتسمع؟ طب تمام. ايه؟ انا بدخن؟ عايز تشرب يعني سجاير؟ ما فهمتش والله، معلش. انا اسفه، معلش. ام
انا اللي اسكت. انا حاضر. انا 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 هو ايه؟ انا 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 ادب؟ اه لا انت فعلا ما تزعلش. طب خلاص ما تزعلش. انا قول طب معلش. انا معلش. انا اه معلش ادب ادب انا انا وضع سنة بيبو. انت ده 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 انت احلى واحد في المنطقة. لا والله احلى سواق في المنطقة. ربنا يبارك. ادب 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 امشي زي الناس. امشي زي ادب. ادب ما تخليش اغلط فيه. ادب الناس زي ما بص ما تخليش اغلط فيه. ادب ادب زي الجزمه كده تمشي. لا لا عيب يا استاذ. زي ما بقول ادب زي الجزمه. انت طلعت مش انزل. ادب ادب انت ساكت. انت ساكت. انت مش عايزه صوتك. ادب انا اللي بكلمك اساسا. ادب 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 انا بدي اجي ابوس. انا بموت احبسك. انا كلبشك. انا انت كلبشك. طب بقول لك ايه؟ وحياه امي اللي اعملها. ده انا من شهر يالا. ده من المعاقين. ده انا من شهر يالا. ايه ده بقى؟ انت ما تعرفش انا مين. اخرس يا متخلف. انا 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 هو زعلان يا استاذ. ربنا هيبتليك. انا انت مش كنت بتغني؟ انا انا اومن. ايه انا ادب. انا اومن. اطلع ادب. انا ادب. انا قلت الادب يا عم. ألب. انا قلت الادب. انو انت بتفهم ولا لا؟ انو انا بوني اسك اب الير. انت تعرف احمد ده جميل مان. ادي مين؟ انا اوب انا اوب اينا. يا حضرتك زعلان ليه؟ ساعدتوش. انا بقول له انا رايحه شغل. جميل تمام. قال لي عمل لي كده. قلت 100 لان هي تقريبا في الحدود دي. جميل. خلاص تمام. طب ثانيه واحده. انت ثانيه واحده يا استاذه. انت انت ايه؟ انا انا ابا ابا انت قلت امك؟ لا انا بقول له وحيد امي. طب انت هو حضرتك ماشي. حضرتك انا دلوقتي المترجم بتاعه. انا ايه؟ والله هو هو يعني بيمشي بالمترجم بتاعه. طبعا. لا والله عايز يغني. انا من قول. طب هو عايز يغني. ممكن تسيبيه يغني معلش؟ لا اتفضل غني. غني كده. يا دايما يا دايما. اوكي. طب جرب. طيب معلش ممكن تغني معايا بس عشان خاطر حالته النفسيه متدمره. عايز تقول ايه؟ يلا هتسال. يا يلا بحب اسمع الاغاني. لا تغني معايا حضرتك. يلا. انا لا ما تزعلوش. انا صايمه وتعبانه. صايمه وتعبانه. انتوا شكلكم يعني. معلش. لا معلش. انا مترجم. يلا ايه تاني؟ المشكله مش فاهمه حتى. يلا غني. انا 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 ملوت. ليه ان شاء الله؟ احنا لسه في اكتوبر. لا انا رايح اشجر. لا ملوت. تعال نطلع على الاسم. لا لا تعال نطلع على الاسم. ده انا هنفخك في الاسم. مفيش. شيل ايدك يلا. لا اديك في وشي. لا اديك في وشي. امين انب. لا لا ايه ايه ايه؟ ليه؟ انا ما ازعقش بس اديله فلوس. مش هديله فلوس لما يوديني شغل. غني. هيوديك شغل بس تغني معايا معلش. ما هغني. يلا غني. بس عايز اقول لك ايه؟ ممكن ننقي مع بعض الاغنيه؟ انا ما انا الله عيني بقى. يلا معلش. تعالى تعالى. انا 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 اوعى. يا عم خد. يا عم انزل انزل. انا ما انزل. ايه رايك نزيع؟ بس انت ايه ده؟ انت اه شبراويه. شبراويه؟ لا شبراويه. آه بسم الله ما شاء الله. شبرا قلتك على الموبايل ده الزامي. طب مش هتوديني شبرا؟ لا وديكي. اتفضلي اركبي. اعزائي المشاهدين واهلا بيكم في حلقه جديده من كريزي تاكسي. والنهارده حلقه اخو البنات. على مهلك يا بابا. على مهلك. شغل لك التكييف والدنيا تبقى حلوه عشان اكيف لك كده الجو. الله ينور عليك. بيبي الجو بقى حر وكده. استاذن حضرتك بس معايا خوكتين بنتين ممكن اخدهم كويسي؟ على طريقة. اه على طريقة.
لو اقول لحضرتك والله ربنا ما يحرمني منهم ادب الدنيا واخلاق الدنيا كلها، والله العظيم احترام واحتشام وادب. لو اقول لحضرتك ابويا وامي قالوا لي يا سمسم روح ربنا يجعل وشك انت واخواتك البنات القبول، شقيانين والله العظيم يا بابا عشان تخيل. ما شفتش كده والله، ما شفتش بنات بتشقى عشان خاطر اخوهم الولد. التسريحه اللي انا عاملها دي نوسه اختي الصغيره اللي بتعملها ايه، والله مصر كلها بتكلمني عليه، نص مصر بيكلمني على التسريحه والنص الثاني بيعلق نوسه بيسال على مين اللي عمل التسريحه. وبيرو الكبيره، بيرو بقى كبيره ما اقولش لحضرتك، احترم ما يشوفوش الشارع، شغل ليل نهار، شغل شغل شقه شغل شقه. اقول لحضرتك على سر، انت حضرتك زي والدي وعارف ان انت كاتم اسرار، انت ما بتقولش اسرار. اتفضل يا حاج. هتقول لحد؟ اتفضل. قول والله ما اقول لحد. طب قول والله. بتحدفني بالله يا ابني. طيب خلاص، ما انت حتى انت راجل جميل وكبير وحلو. اقول لحضرتك على حاجه؟ اتفضل. عايزين يجوزوني. والله. عايزين يجوزين، شوف يعني بيقفوا جنبي في الجواز ويقفوا جنبي في كل حاجه، هم اللي علموني والله العظيم، ما بيناموش من كتر الشغل. اهم البنانيت العشاشين، بص ادب الدنيا والله العظيم ثلاثه. بص البنت لابسه عبايه ازاي، بص الثانيه لابسه عبايه ازاي، بص بتاكل لبانها علشان تفضل محافظه على ريحه بقها. والله والله العظيم ادب الدنيا، ادب الدنيا. عامل ايه يا سماسيل؟ حبيب قلبي، سماسيل قلبي من العسل. حبايبي 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 والله العظيم، لسه بقول لعمو بقول له يا عمو ادب الدنيا اخلاق الدنيا. عامله زي العصفوره الكناري. ربنا يحييك. ان شاء الله. استنى بس يا عمو. دي عامله زي البطه المزغطه. عارفه يا بيرو؟ لسه بقول له، لسه بقول لعمو ايه؟ استنى بس خليك معايا يا عمو، انت سخنت ليه فجاه كده؟ انت جبت الزول ده منين؟ مش عارف زول زول يعني. ده زول على الاخر. انت لسه بقول له، بقول له ما شاء الله عليك، وبقول له ادب واحتشام. بص لابسين عبايات بياكلوا البن عشان يحافظوا على ريحه بقهم. ايوه بابا تعالى بس كده يا حاج، انت بتسخن ليه كده؟ ده انت مالك يا حاج؟ انت فيك صحه يا بابا ولا ايه؟ مالك يا مالك عايز تتجوز؟ صح طبعا. صحه صحه ايه؟ ده احنا هنطلع عين. لا والله. بس ايه رايك في ويز؟ حد يلاقي البط وما ياكلوش؟ انا عارفه. حد يلاقي الوز وما يوزوش؟ ولا حد يلاقي، هو حد يلاقي الوز وما يوزوش؟ ولا حد يلاقي الحمام ده او ما يحميهوش؟ اه خليك بقى معايا في الطريق يا بابا، خليك بقى معايا. انت راجل جميل كده زي بابا. ايه يا سماسيم؟ ايه يا سماسيم؟ ايه يا قلبي سماسيم؟ والله شكله في الجعان قوي. ايوه. لا يا سمسم بص سكتك يا سمسم. انا باصص يا حبيبي. ايه ده بس يا عمي؟ ايه؟ اخواتك حبايبي. ايه ده يا عم يا مسلم؟ باين عليهم حبايبي يعني. ايه ده بس انت فيك صحه للكلام ده يا حاج؟ بقول لك عملتوا ايه يا اولاد؟ انا كان متفق معايا على 200 اداني 300 دولار لان اتبسط قوي. طب الصلاه على النبي، وانت ابو طلال عامل معاكي ايه؟ بلا وكسه ده مقرح. مقرح ازاي؟ 200 دولار ده انت كده بتحوري لي يا نوس. لا يا حبيبي انا اقدر العبها. هتلعبيها معايا زي ما لعبتيها معايا في ابو مبارك. انا اقدر العبها معاك. ما بقى ما تحرجيش. انت هلعبها معاك. مالك يا بابا؟ في اعصابك سايبه ليه كده؟ مالك مفاصلك فيها ايه اللي حصل لها؟ بقول لك ايه؟ انت مركب الطقم ولا الطقم راح فين؟ لا 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 يا بابا ركز معايا بس. الطبيعي يا اجدع، ركز في السكه بس. انا مركز في السكه. مركز في السكه. انت منين اصلا؟ لا انا من هنا. من هنا منين؟ من هنا من انت من مصر، ما الكلام ده كلام في الرخيص. ولا معاه دولارات ولا ريال ايه؟ لا انت كده في الرخيص بقى، ركز معايا. انت نازل فين يا حاج؟ انت نازل فين؟ نازل فين؟ يا عم بسيت انا بس، بسيت انا. عندنا ايه وحنبره ايه؟ بقول لك ايه؟ انت كده
بقول لك ايه بص سكتك يا سماسيم. سماسيم مين؟ بقول لك ايه وريني محفظتك. بقول لك ايه سماسيم؟ لا شكله مصفر عليه. لا لا مضيعش وقتنا يا سماسيم. ايه وبعد الليله دي كلها بقول لك ايه؟ هو احنا كل شويه جوع معانا زبونه بنت انتوايه ولا ايه؟ لا زبون ايه ده شكله اشهر عليه. لما احنا نقفش بقى اللي في جيبه بقى. بقول لك ايه؟ سماسيم انت بتمسك سيدي كده بس انا قاعد. يا ابني اقعد. انت جايب العصب ده منين؟ اوعى يا عورتي مين يا بقول لك ايه وني محفظتك بس المحفظه في ايه انا ماسك الطاره خليني مع اخواتك وبعد اخواتي ايه بس انت مالك باخواتي اخواتي دول ياكلوك ياكلوك يا سمسم دول الله الراجل ده باين عليه ايه يا سمسم الراجل ده في ده هيمد ايده من غير فلوس ده في التوهان خالص ده ضايع في التوهان بقول لك ايه محفظتك فين بس وريني كده يا سمسم تعرف الراجل ده بص لي بقى تعرف الراجل بقول لك المحفظه فين بقى الشغل ده بقى يا ابني ما تستفزش يا ابني ما استفزش ايه بس معاك فلوس ولا لك 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 وفعلا ما فيش بقول لك ايه هتدفع ولا تنزل يلا يا حبيبي الدفع هنا مقدما ماني تاكس بس انت راجل معايا ده راجل من اقعد يا ابني بقى بدل ما اعملها معايا طلع اللي في المحفظه يا سماسيم ايه ده طلع اللي في المحفظه يا سماسيم معلمه احنا لسه بنجي احنا بنهزر مع حضرتك ده برنامج ده مقلب ده مقلب ايوه ده مقلب تعال بس ده كل اللي حصل كل اللي حصل ده اتصور انت لسه مصدق يا سمسم ده فيك حل الكلام ده يا عم طب ما اللي حصل جوه ده المدام تزعل يا عم خلاص بقى بس مدام راحت